الراجل قديش ملاوح في دار قاعد؟ عامين أكثر من عامين نوفل توا، معناتها خليني نقول بارك الله في صحابي، بارك الله في صحابي، وعنو نحب نقول رو برشا ناس طرقت الأبواب متاعهم من أصحاب المليارات. فما اللي طردني أنا طردك؟ فما اللي طردني اللي أنا خيري سابق عليه. ليه عاد ما تبكيش صاحبي؟ يزي قدور يزي تبكيش. يزي قدور ليه؟ لحظة لحظة، خيرك سابق وما تخافش، لك باش تحرق لك شيء بقدرة ربي، باش ترجع أقوى من قبل. قدور قدرة ربي بيه ما اعتذرتك انك سمحني بلي قدور. قدور صاحبي اقوى نعرف، معناتها الناس باش يتفاجئوا. قدور قدور اكثر عبد سنسيبل انا نعرفه من الفنانين. حياتك الدمرت خاطر ما تنجمش تصرف على عائلتك هكا بالضبط. هذا واللي ضرك انك مانيش يتيتم ولا راني لا ماكش تتيتم، في واضح تسيب انا مش يوجع انا في المكان مش بدا واضح. يعني حاجة توجع كيف ولدك يقول لك نحب نشري سبيدري وانت ما عندكش، ولا بنتك ولا اللي هو حتى المرأة اللي نحييها هنا مرتي فهمني عندها ألف حق خوي، فهمت؟ خاطرني بيه لطف عليك. واللي ضرك اللي ضرك باش نحطه تو باش نسميه القطوس قطوس. اللي ضرك انك متسمي على النهضة. اي نعم الكلام اللي خارج قدر انت اخر مره تو سامحني. انا النهضه يخلصوني كي نجي اقوى كشيء غديته مع النهضه 1000 دينار في حياتي، في حياتي الكل. هو انت ولدنا وانت كذا وديما اكثر ناس محتمين، هما كي يستحقوني لقاوني، انا كي استحقيتهم ما لقيتهمش. تصور انت وقت مرضي ولدت الولد، ولدي ضرب شر في الكوفاز بين حي وموت، وانا ندور من بلاصه لبلاصه راه ولدي كذا، الا واحد منهم ما نحبش سامعه ثاني 700 دينار قال يشد. فهمني وانا معناتها هالسيق دغرق سي. انا اخوي ما نغنيش ما نجمش نصرف سبحان الله. جربت اموري جربت في الحياه في الحكايات الكل ما نجمش، ما عندي حتى موضوع كان في الموزيك. هذيك علاش بلادي ظلموني، معناها باش الناس تفهم راه انا راني معناها العين اللي حليتها على الحقيقه راه لقيتها في بلادي ظلموني يا ناس لا اكثر ولا اقل.